بونسوار. من بعد الجو الرماط اللي شهده لبنان خلال الويك اند، من المتوقع ايضا انه بكره الثلاثاء يكون الطقس متقلب. التفاصيل كلها اكيد منشوفها بعد شوي. ننتقل هلا على فقره صوره وشمسيه. وصلتنا اليوم الصوره من غسان، اما من بعد فقره صوره وشمسيه بنوصل هلا على الدول العربيه تنشوف كيف عم بيكون طقسها. بنبلش جولتنا مع القاهره وتونس 31 درجه، الرباط 27، الخرطوم 40 درجه، 36 ببغداد، 28 بدمشق، 29 درجة بالقدس. منكمل ومنوصل أخيرا على الكويت 40، الدوحة 37، أما رياض 36 درجة. نوصل هلا على طقس لبنان. عم بيكون في عنا طقس متقلب مع احتمال لتساقط أمطار خصوصا بفترة الصبح، تيرجع الطقس صحو خلال النهار. على الساحل الحرارة بتتراوح بين 19 و 28 درجة، بالجبل عم توصل أقصاها لل 21 درجة، أما بالداخل عم تتراوح بين 9 و 26 درجة. جولتنا اللي بتاخذنا من شمال لجنوب بتفرينا أكثر تفاصيل حرارة ببعض المناطق اللبنانية. منبلش مع عكار 26، طرابلس 27، القرس 16، الكورة 27 درجة، الهرمل 28، القاع 27، بعلبك 23، ريق 21 درجة. منكمل ومنوصل على جبال 28، فريا 21، جوني وبعبدا 28 درجة، وبيروت كمان عم بتسجل حرارة فيها 28 درجة مع طقس متقلب. زحلة 26، شتورة 25، عنجر ومشغرة 27 درجة، جزين 26، رشية 28، مرجعيون 27، بنت جبال 26 درجة، والختام عم بيكون مع بيت الدين 27، أما صيدا سور وكانا 28 درجة. من بعد ما شهد لبنان انخفاض بدرجات الحرارة بمعدل 3 درجات، بكرة الثلاثة الحرارة عم توصل أقصاها ل 28 درجة، أما أدناها ل 21 درجة مع طقس متقلب. عم بيرجع الطقس صحو لنهار الأربعاء مع حرارة عم توصل أقصاها ل 30 درجة، أما للخميس احتمال لتساقط أمطار مع حرارة عم تتراوح بين ال 23 وال 30 درجة. على ارتفاع 1850 متر الحرارة عم تتراوح بين 5 وال 16 درجة. بعتولنا صوركن على اكاونت الانستغرام والفيوتشر تي في ابليكيشن، واكيد شو ما كان طقسكن المفضل لقونا عطول على المستقبل.